طيب نروح للكاف، وكشف كاف عن سبب موافقته على السماح للعيبة المحترفين في أوروبا بالانضمام متأخرين إلى معسكرات منتخباتهم قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون طبعا زي ما حضراتكم عارفين. طيب بتنص لوائح الاتحاد عليه، خلينا أقول لحضراتكم، بتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على ضرورة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم قبل 14 يوم من انطلاق أي بطولة قارية أو كأس عالم، وهو ما يعني ان اللعيبه دي هينضموا يوم 27 ديسمبر الجاري اللي هو النهارده، لكن كاف وافق على التجاوز عن هذا البند في لوائح الفيفا لضمان اقامه البطوله بعد ما اصر كاف على انطلاقها في موعدها رغم طلب رابطه الانديه الاوروبيه بتاجيل البطوله بسبب طبعا جائحه كورونا وانتشار الاصابات في قاره اوروبا في الوقت الحالي. واوضح كاف الموافقه على تجاوز هذا البند في لوائح الفيفا في خطاب كان أرسله أمس إلى المنتدى الدولي لبطولات الدوري مجموعة بطولات الدوريات الأوروبية، واتخذ هذا القرار انطلاقا من حسن النوايا والتضامن مع الأندية اللي هتكون بتتأثر بالسلب بسبب جائحة كورونا زي جميع أعضاء أسرة كرة القدم، وبناء عليه وافق كاف على أن ينضم اللعيبة الدوليين إلى منتخبات بلادهم بعد يوم 3 يناير اللي جاي بعد المشاركة في مباريات فرقهم بالدوريات المحلية هناك، وهو اللي بيتطبق على كل اللعيبة سواء عندنا لعيبة طبعا محمد صلاح عندنا في منتخب مصر عنده ماتش مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم 3 يناير، فأعتقد هيكون بينضم محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر بعد يوم 3 يناير بعد مباراة ليفربول مع تشيلسي، وتم السماح كده بدل يوم 27 يكون يوم 3 يناير بتنضم اللعيبة لكل المنتخبات اللي تكون بتشارك في كأس الأمم الإفريقية. ما زال التخبط مستمر في كل شيء متعلق بكأس أمم أفريقيا، يعني ظهور المنتدى الدولي لبطولات الدوري ومجموعة بطولات الدوري الأوروبية امبارح الصبح صحي ولقينا في حاجة اسمها كده، قرروا إن اللعيبة في أوروبا من أفريقيا هيكونوا بينضموا يوم 3 بدلا من يوم 1. طب بناء على كل اللوائح اللي بتنص على إنه 14 يوم قبل البطولة بيكون في التوقف الدولي وبيكون في معسكر، تم مثلا تأجيل مباراة نادي الأهلي ونادي بيراميدز اللي كان مقرر ليها إنها تتعمل في أواخر شهر ديسمبر يوم 30 أو 31 على ما أتذكر، بناء على القرار اللي بينص على كده إحنا أجلنا المباراة وفي الآخر هم أجلوا المعسكرات وأجلوا كل حاجة. طب في احداث غريبه، هم لعبوا بجد والله ومكملين بلعبتهم مكملين باللعيبه الافريقيه المصريين الموجودين في الدوري الاوروبي، طب او في الدوريات الاوروبيه ليه؟ احنا معاكم على فكره، يعني الاتحاد الافريقي والكره الافريقيه تحت مظله الفيفا، فبيبقى هنا برضو على طول في علامات استفهام في التواصل، وكاس امم افريقيا مش بيظهر فجاه، يعني هو كل حاجه حواليه ولا الكورونا لسه ظاهره على فكره، فاي حاجه بتطلع بناء على مفروض ان هي لوائح محطوطه او بناء على ان هي مده طويله كانت حاصله فيها احداث، مش المفروض ان هي يكون قبلها ب 10 ايام بيتم تغيير قواعد او مواعيد او حاجه؟ يعني تمام، يعني ماشي شكرا، احنا هنلعب كاس امم افريقيا برضه كده هم زودوا بند وحطوه تحت بند تاني اللي هو مع السماح، يعني هم اللي هو خلاص هي اتقسمت كده واتظبطت على كده، احنا هنبعتهم لكم بس في الوقت الاخير بس. يعني تمام، يعني ان شاء الله تكون بطوله قويه وباذن الله يكون فيها سيطره اهم حاجه على قصه الكورونا دي، لان احنا في الاخر اكيد كل حاجه بنأملها تكون سلامه كل اللاعبين باذن الله.